قال الإمام أبو محمد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه: يا غلام، أين عبودية الحق عز وجل؟ هات حقيقة العبودية وخذ الكفاية في جميع أمورك. أنت عبد آبق من مولاك، ارجع إليه والذل له وتواضع لأمره بالامتثال ولنهيه بالانتهاء ولقضائه بالصبر والموافقة. إذا تم لك هذا تمت عبوديتك لسيدك وجاءتك منه الكفاية. قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ إذا صحت عبوديتك له أحبك وقوي حبه في قلبك وآنسك به وقربك منه من غير تعب، فتكون راضيا عنه في جميع الأحوال. فلو ضيق عليك الأرض برحبها وسد عليك الأبواب بسعتها لم تسخط عليه ولم تقرب باب غيره ولم تأكل من طعام غيره. تلتحق بموسى عليه السلام حيث قال الله عز وجل في حقه: وحرمنا عليه المراضع من قبل. ربنا عز وجل لكل شيء شاهد، في كل شيء حاضر، وعلى كل شيء رقيب، ومن كل شيء قريب، لا غنى لكم عنه. كيف يكون الإنكار بعد المعرفة؟ ويحك تعرف الله عز وجل وترجع تنكره؟ لا ترجع عنه أبدا، فإنك تحرم الخير كله. اصبر معه ولا تصبر عنه. أما علمت أن من صبر قدر؟ وفي الصبر آيات كثيرة في القرآن تدل على ما فيه من الخير والنعم وحسن الجزاء والعطاء والراحة في الدنيا والآخرة. عليكم به، فإن فعلتم رأيتم الخير عاجلا وآجلا. وعليكم بزيارة الصالحين وفعل الخير، فإن فعلتم فقد استقام أمركم. لا تكونوا من الذين إذا وعظوا لم يتعظوا، وإذا سمعوا لم يعملوا. اعلموا أن ذهاب دينكم بأربعة أشياء: الأول أنكم لا تعملون بما تعلمون، والثاني أنكم تعملون بما لا تعلمون، والثالث أنكم لا تتعلمون ما لا تعلمون فتبقون جهالا، والرابع أنكم تمنعون الناس من تعلم ما لا يعلمون. يا قوم، إذا حضرتم مجالس الذكر تحضرونها للفرجة لا للمداواة، تعرضون عن وعظ الواعظ وتحفظون عليه الخطأ والزلل، وتستهزئون وتضحكون وتلعبون. أنتم تخاطرون برؤوسكم مع الله عز وجل. توبوا من هذا، لا تتشبهوا بأعداء الله عز وجل، وانتفعوا بما تسمعون. يا غلام، قد تقيدت بالعادة، وقد تقيد الله بطلب الاقتسام. لا تقف مع السبب وتنسى المسبب، توكل عليه واستأنف العمل والإخلاص له،
قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقهم للهوس، وما خلقهم للعب، ما خلقهم للأكل والشرب والنوم والنكاح. تنبهوا يا غفل من غفلاتكم، يخطو قلبك إليه خطوة فيخطو حبه إليك خطوات. هو إلى لقاء المحبين أشوق منهم إلى لقائه. واعلموا أن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فإنه إذا أراد عبدا لأمر هيأه له. هذا شيء يتعلق بالمعاني لا بالصور. إذا تم لعبد ما ذكرت هاهنا صح زهده في الدنيا والآخرة، عندها تجيئه الصحة ويجيئه الملك والسلطنة والإمارة، تصبح ذرته جبلا وقطرته بحرا وكوكبه قمرا، ويصبح قمره شمسا، يصبح قليله كثير، ويكون محوه وجودا وفناؤه بقاء وتحركه ثبات. تعلو شجرته وتشمخ إلى العرش، وأصلها إلى الثرى، وظل أغصانها في الدنيا والآخرة. ما هذه الأغصان؟ هي الحكم والعلم. تصير الدنيا عنده كحلقة الخاتم، لا دنيا تملكه ولا أخرى تقيده، لا يملكه ملك ولا مملوك، ولا يحجبه حاجب، ولا يأخذه أحد، ولا يكدره كدر. فإذا تم هذا للعبد صلح له أن يقف مع الخلق وأن يأخذ بأيديهم ليخلصهم من بحر الدنيا. فإذا أراد الحق بالعبد خيرا جعله دليلهم وطبيبهم ومؤدبهم ومدربهم، وجعله ترجمانهم وسائحهم، ويكون هو منحتهم وسراجهم وشمسهم. فإن أراد منه ذلك كان، وإلا حجبه عنده وغيبه عن غيره. آحاد أفراد من هذا الجنس يردهم إلى الخلق مع الحفظ الكلي والسلامة الكلية عليهم، يوفقهم لمصالح الخلق وهدايتهم. الزاهد في الدنيا يبتلى بالآخرة، والزاهد في الدنيا والآخرة يبتلى برب الدنيا والآخرة. قد غفلتم كأنكم لا تموتون، وكأنكم يوم القيامة لا تحشرون، وكأنكم بين يدي الحق لا تحاسبون، وعلى الصراط لا تجوزون. هذه صفاتكم وأنتم تدعون الإسلام والإيمان. هذا القرآن والعلم حجة عليكم إذا لم تعملوا بهما. إذا حضرتم عند العلماء ولم تقبلوا ما يقولون لكم كان حضوركم عندهم حجة عليكم، يكون عليكم إثم في ذلك. كأنكم لقيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تقبلوا منه، فهم ورثة الأنبياء. واعلموا أنه يوم القيامة يعم الخلق كلهم الخوف من جلال الله عز وجل وعظمته وكبريائه وعدله. تذهب ملوك الدنيا ويبقى ملكه، يرجع الكل إليه يوم القيامة.
عندها يظهر ملك القوم، ويظهر عزهم وغناهم، وإكرام الحق عز وجل لهم. هم أوتاد الأرض، وقوام الأرض بهم، وهم أمراء الخلق ورؤساؤهم، وهم نواب الحق عز وجل. فهم في ذلك من حيث المعنى لا من حيث الصورة، فهم اليوم كذلك معنى وغدا صورة. واعلموا أن شجاعة المخاصمين للكفار في لقائهم والثبات معهم، وشجاعة الصالحين في لقاء نفوسهم والأهوية والطباع والشياطين وأقران السوء الذين هم شياطين الإنس، وشجاعة الخواص في الزهد في الدنيا والآخرة وما سوى الحق عز وجل في الجملة. يا غلام، تنبه قبل أن تنبه بلا أمرك، وتدين وخالط أهل الدين فإنهم هم الناس. واعلم أن أعقل الناس من أطاع الله عز وجل، وأجهل الناس من عصاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تربت يداك. ومعنى ذلك أنك إن خالطت أهل الدين وأحببتهم استغنت يداك، وقلبك يهرب من النفاق وأهله. واعلم أن المنافق مرائي لا عمل له، وأنه لا يقبل من العبد إلا ما أريد به وجه الله تعالى. واعلم أنك إذا خالفت نفسك وهواك وشيطانك ودنياك في عملك قبل منك. اعمل وأخلص ولا تنظر إلى عملك، وفي الجملة أنه لا يقبل إلا ما أريد به وجه الله لا وجه الخلق. ويحك تعمل للخلق وتريد أن يقبله الحق عز وجل، هذا هوس منك. دع عنك الشره والبطر والفرح، قلل فرحك وكثر حزنك، فإنك في دار الحزن في دار السجن. كان نبينا صلى الله عليه وسلم دائم التفكير، قليل الفرح كثير الأحزان، قليل الضحك إلا تبسما تطييبا لقلب غيره. كان في قلبه أحزان وأشغال، لولا الصحابة وأمور الدنيا لما خرج من بيته ولا جلس مع أحد. يا غلام، إذا صحت خلوتك مع الله عز وجل دهش سرك وصفى قلبك، يصير نظرك عبرا وقلبك فكرا، وروحك ومعناك إلى الحق عز وجل واصلا. التفكر في الدنيا عقوبة وحجاب، والتفكر في الآخرة علم وحياة للقلب. ما أعطي عبد التفكر إلا أعطي العلم بأحوال الدنيا والآخرة. ويحك تضيع قلبك في الدنيا وقد فرغ الله سبحانه وتعالى من أقسامك منها، وقدر لها أوقاتها وأقواتها. كل يوم يتجدد لك رزق جديد، طلبته أم لم تطلبه. حرصك يفضحك عند الله عز وجل وعند الخلق. واعلم أنه بنقصان الإيمان تطلب الرزق، وبزيادته تقعد عن الطلب، وبكمال الإيمان وتمامه تنام عنه. يا غلام، لا تخلط الجد بالهزل، فإنك بذلك تمكن قلبك مع الخلق. كيف يجتمع مع الخالق قلبك وأنت مشرك بالسبب؟ كيف تكون مع المسبب؟
كيف يجتمع ظاهر وباطن. ما أجهل من نسي المسبب واشتغل بالسبب ووقف مع الثاني وترك الأول، نسي الباقي وفرح بالفاني. يا غلام، تصحب الجاهل فيتعدى إليك من جهله. صحبة الأحمق صحبة غبن. اصحب المؤمنين الموقنين، العالمين العاملين بعلمهم. ما أحسن أحوال المؤمنين في جميع تصرفاتهم، ما أقواهم على مجاهداتهم وقهرهم لنفوسهم وأهويتهم. ترى المؤمن يظهر البشر في وجوه الخلق ويكتم الحزن فيما بينه وبين الله عز وجل. همه دائم، كثير التفكر، كثير البكاء، قليل الضحك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا راحة لمؤمن غير لقاء ربه عز وجل. فالمؤمن يستر حزنه ببشره، ظاهره يتحرك في الكسب، وباطنه ساكن إلى ربه عز وجل. ظاهره لعياله، وباطنه لربه عز وجل. لا يفشي سره إلى أهله وولده وجيرانه، ولا إلى أحد من خلق ربه عز وجل. يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على أموركم بالكتمان، فلا يزال يكتم ما عنده، فإن جاءته غلبة أو تمت من لسانه كلمة يتدارك الأمر ويغير العبارة ويستر ما ظهر منه ويعتذر مما بدا منه. يا غلام، اجعلني مرآتك، اجعلني مرآة قلبك وسرك، مرآة أعمالك. أدن مني، فإنك ترى في نفسك ما لا تراه مع البعد عني. إن كان لك حاجة في دينك فعليك بي، فإني لا أحابيك في دين الله عز وجل. عندي وقاحة ترجعك إلى دين الله عز وجل. قد ربيت بيد خشنة غير منافقة. دع دنياك في بيتك وادن مني، فإني واقف على باب الآخرة. وقف عندي واسمع قولي واعمل به قبل أن تموت عن قريب. إذا لم يكن لك خوف من الله سبحانه وتعالى فلا أمن لك في الدنيا والآخرة. الخشية من الله عز وجل هي العلم بعينه. لذلك قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما يخشى الله عز وجل إلا العلماء، العمال بالعلم، الذين يعلمون ويعملون ولا يطلبون من الحق عز وجل جزاء على أعمالهم، بل يريدون وجهه وقربه، يريدون محبته والخلاص من بعده وحجابه، يريدون ألا يغلق باب في وجوههم دنيا وآخرة. لا يرغبون في الدنيا ولا في الآخرة ولا فيما سواه. الدنيا لقوم، والآخرة لقوم، والحق عز وجل لقوم. هم المؤمنون الموقنون العارفون المحبون له، المتقون الخاشعون له، المحزونون المنكسرون لأجله. قوم يخشون الله عز وجل بالغيب، وهو غائب عن عيون ظواهرهم، حاضر نصب عيون قلوبهم. كيف لا يخافون
وهو كل يوم في شأن، يغير ويبدل، ينصر هذا ويخذل هذا، يحيي هذا ويميت هذا، ويقبل هذا ويرد هذا، يقرب هذا ويبعد هذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قلوب القوم صافية طاهرة، ناسية للخلق ذاكرة لله عز وجل، ناسية للدنيا ذاكرة للآخرة، ناسية لما عندكم ذاكرة لما عنده. أنتم محجوبون عنهم وعن جميع ما هم فيه، مشغولون بدنياكم عن أخراكم، تاركون للحياء من ربكم عز وجل، متواقحون عليه. اقبل نصح أخيك المؤمن، لا تخالفه، فإنه يرى لك ما لا ترى أنت لنفسك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن. فالمؤمن صادق في نصحه لأخيه المؤمن، يبين له أشياء تخفى عليه، تفرق له بين الحسنات والسيئات، يعرفه ما له وما عليه. سبحان من ألقى في قلبي نصح الخلق وجعله أكبر همي، إني ناصح لكم ولا أريد على ذلك جزاء، آخرتي قد حصلت لي عند ربي عز وجل، وما أنا طالب دنيا، وما أنا بعبد الدنيا ولا الآخرة ولا ما سوى الحق عز وجل. ما أعبد إلا الخالق الواحد الأحد القديم، وأفرح بفلاحكم وغمي لهلاككم إذا رأيت وجه مريد صادق قد أفلح إلى يدي، شبعت وارتويت واكتسيت وفرح، كيف خرج مثله من تحت يدي؟ يا غلام، مرادي أنت لا أنا، أن تتغير أنت لا أنا، أنا عبرت وإنما وددتني لأجلك، فتعلق بي حتى تعبر بالعجلة. يا قوم يا قوم، دعوا التكبر على الله عز وجل وعلى خلقه، اعرفوا قدركم وتواضعوا في نفوسكم، أولكم نطفة قذرة من ماء مهين، وآخركم جيفة ملقاة، فلا تكونوا ممن يقوده الطمع ويصيده الهوى ويحمله الهوى إلى أبواب السلاطين ليطلب أشياء منهم لم تقسم له، أو يطلب منهم ما قد قسم له فيطلبها بالذل والمهانة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد عقوبات الله عز وجل لعبده طلبه ما لم يقسم له. ويحك يا جاهلا بالقدر والمقدر، أتظن أن أبناء الدنيا يقدرون أن يعطوك ما لم يقسم لك؟ ولكن هذه وسوسة الشيطان الذي قد تمكن من قلبك ورأسك، لست عبد الله عز وجل، إنما أنت عبد نفسك وهواك وشيطانك وطبعك ودرهمك ودينارك. اجتهد أن ترى مفلحا حتى تفلح بصحبته، فمن لم يرى المفلحين لا يفلح. أنت ترى المفلحين ولكن تراهم بعيني رأسك
لا بعيني قلبك وسرك، فإيمانك ليس لك، فلا جرم ألا يكون لك بصيرة تبصر بها غيرك. قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الطامع في أخذ الدنيا من أيدي الخلق يبيع ما يبقى بما يفنى، فلا جرم أنه لا يقع بيده لا هذا ولا هذا. ما دمت ناقص الإيمان فدونك وإصلاح معيشتك، حتى لا تحتاج إلى الناس فتبذل لهم دينك وتأكل أموالهم به. فإذا قوي إيمانك وكمل توكلك على الله عز وجل والخروج من الأسباب وقطع الأرباب ما دون الله والمسافرة عن جميع الأشياء بقلبك، تخرج قلبك عن بلدك وأهلك ودكانك ومعارفك، وتسلم ما في يدك إلى أهلك وإخوانك وأقرانك، فتصير كأن ملك الموت قد أخذ روحك، كأن خطاف الموت اختطفك، كأن الأرض انشقت وابتلعتك، كأن أمواج القدر والقدرة السابقة أخذتك في بحر العلم وغرقتك. من وصل إلى هذا المقام لا تضره الأسباب، لأنها تكون على ظاهره لا على باطنه، تكون الأسباب لغيره لا له. يا قوم، إن لم تقدروا على ما ذكرت لكم من إخراج الأسباب والتعلق بها من حيث قلوبكم من كل وجه، فاجعلوا ذلك من وجه دون وجه، فإن لم تقدروا على الكل فلا أقل من البعض. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم. يا غلام، إن قدرت أن تتفرغ من هموم الدنيا فافعل، وإلا فهرول بقلبك إلى الحق عز وجل وتعلق بذيل رحمته حتى يخرج هم الدنيا من قلبك، لأنه هو القادر على كل شيء والعالم بكل شيء وبيده كل شيء. فالزم بابه وسله أن يطهر قلبك من غيره ويملأه بالإيمان والمعرفة له والعلم به والغنى به عن خلقه. سله أن يعطيك اليقين ويؤنس قلبك به ويشغل جوارحك بطاعته. اطلب الكل منه لا من غيره، لا تذل لمخلوق مثلك، فاجعل ذلك لله لا لغيره، ومعاملتك له لا لغيره. يا غلام، فقه اللسان بلا عمل القلب لا يخطيك إلى الحق خطوة. السير سير القلب، القرب قرب الأسرار، والعمل عمل المعاني مع حفظ حدود الشرع بالجوارح والتواضع لله عز وجل لعباده. من جعل لنفسه وزنا فلا وزن له، ومن أظهر أعماله للخلق فلا عمل له. الأعمال تكون في الخلوات، ولا تظهر في الجلوات سوى الفرائض التي لا بد من إظهارها. واعلم أنه قد سبق تفريطك في إحكامك للأساس، فإذا فرطت في إحكام أساسك فما ينفعك البناء فوقه
إذا تغير البناء والأساس محكم قدرت أن تجبر البناء. واعلم أن أساس الأعمال التوحيد والإخلاص، فمن لا توحيد له ولا إخلاص له لا عمل له. فأحكم أساس عملك بالتوحيد والإخلاص، ثم ابني الأعمال بحول الله عز وجل وقوته لا بحولك وقوتك. يد التوحيد هي البانية لا يد الشرك والنفاق. الموحد هو الذي يرتفع قدر عمله، أما المنافق فلا. اللهم باعد بيننا وبين النفاق في جميع أحوالنا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.